أهلا وسهلا بكم، كديرين؟ إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال. بالنسبة للناس اللي كيكتبوا لي في لي كومونتير واش عقود العمل تفسحات أو لا باقي، حينت فعلا كاينين أصحاب قنوات اللي كيستغلوا هذا الموضوع وكيكتبوا الناس بلي راه العقود تفسحات وبلي راه ناس بزاف يعني بداو كيدفعوا. يعني اش غادي نقول لكم، للاسف كاينين شي ناس اللي ما عندهمش الضمير في هذه القضيه ديال اليوتيوب. راه ماشي الانسان غير حيت عنده واحد الكاميرا واحد التليفون غيقدر يوقف ويبقى يقول للناس اي حاجه. لازم ان الانسان يحط واحد الضوابط ولو في اليوتيوب، حيت هذاك الانسان اللي غادي تصنت لك مسكين راه كيبدا كيبني واحد المشاريع واحد الاحلام، كيبروغرامي راسو، يوجد راسو لهذاك يعني الافتتاح ديال العقود. كاين مسكين اللي ضاعوا ليه فلوس. يعني الانسان ماشي غير يجي وبقى يقول واحد الحوايج اللي ما كاينينش ويبقى ينصب على الناس، واخا غير بالكلمه، يعني سواء غير بالهضره راه ممكن انك تنصب على الانسان. فابين الامل زوين، عطيو الناس الامل. الامل زوين، كيحيي الانسان وكيخليه يولي بوزيتيف ويولي احسن، ولكن ما تقولوش الناس بلي راه تحلوا العقود او راه يتحلوا السيمانه الجايه، وكدوز واحد الشهرين وما كيتحلوش. والانسان يعني كاين اللي مسكين كيمرض، راه الله يحسن العوان، كل واحد والظروف ديالو. كاين اللي كيتأزم، كاين اللي كيما قلت لكم كينصبوا عليه الناس كيديو ليه فلوسه. المهم الحاجه اللي بغيت ناكد لكم، وما ننساش دائما نشكر الناس اللي يعني مساكن كيقلبوا بزاف ديال البلايص، ومن اللي ما كيلقاوش واحد الاجابه اللي صريحه كيجيو عندي لي كومونتير وكيكتبوا لي عافاك اختي قولي لنا شنو كاين. راه حنايا تلفنا ما بين القنوات وما بين الاخبار اللي كل نهار كيقولوا حاجه جديده. كما كتعرفون هذا الموضوع ديال العقود العمل انا ما كنبغيش نهضر فيه بزاف، حيت ما فيش بزاف ما يتقال. داكشي اللي كاين راه حنا قلناه في الاول، الشروحات راه حنا قلناهم، كيفاش تحصل على كونترا عندي في فيديوهات شي 3 ولا 4 كيفاش تقدر تحصل على الكونترا. وريتكم لو سيت اللي ممكن انكم تلقاو فيه الكونترات وتهضروا مع اصحاب العمل، والحمد لله بزاف ديال الناس ومنهم واحد السيد مسكين يلاه وصل لايطاليا اللي لقى الباترون ديالو عن طريق السوبيتو. غادي نحاول الا كان شي امكانيه الا كانت انه يسجل لكم شي فيديو او لا مثلا حطوا لكم شي حاجه شي شهاده ديالته. الحمد لله راه شفتوا نهار 2 مبوستي واحد التصويره مع الباترون ديالو ومع واحد الاخ حتى هو مغربي. يعني راه الحمد لله بدا كيشتغل في هذيك الشركه اللي كان دوا مع الباترون وعطاني دويز معاه ومع السكرتيره ديالو، ونسقنا الامور الحمد لله وسيدي ربي جاب التيسير. المهم هادشي علاش كنقول لكم ان الانسان يبقى دائما متثبت بالامل ويبقى دائما كينتظر راه واحد النهار غادي يجي الفرج من عند الله. فهادشي علاش كنقول لكم دائما رجعوا الفيديوهات اللي قبل، شوفوا يعني الطرق ديال الحصول على الكونترا، كيفاش نقدر نلقاها، اشنا هي الكونترا وكيفاش كتخدم، واش كاع الكونترات كيديروا الوراق ولا لا. المهم هادشي كله راه عندي فيديوهات اللي قبل. الحاجه اللي بغيت ناكد لكم في هذا الفيديو هو ان العقود العمل راها باقا ما تحلاتش، راها ميمكنش تحل الا ما كانش واحد السيستيم يعني واحد الحكومه في البلاد. بلاد غاديه بلا حكومه ميمكنش تبدل فيها شي قانون او لا يتزاد قانون او لا يتحط قانون، يعني يتزاد قانون جديد. القوانين اللي كاينه هي اللي كتبقى كتطبق، والقوانين اللي ديجا صادقوا عليها هي اللي كتبقى يعني كتشوفوها كتخرج بحال لي بونيس مثلا، المساعدات ديال الدوله او الامور اللي كتخص مثلا المسنين، هادو كلهم كيبقاو كيخرجوا واخا ما تكونش الحكومه حيت ديجا مصادق عليهم. اما بالنسبه لعقود العمل، واحد الحاجه اللي الحكومه ضروري خاصها تحط فيها يديها، ضروري ان الباترونات ملي كيقولوا للدوله يعني كيقلب هاد الباترون على خدام وعاود كيقلب مثلا في جهه اخرى في مدينه اخرى وما كيلقاش هذاك الخدام، كيدير واحد الطلب لتشينترو بيرلينبيغو اللي كيقول فيه بلي راه انا ما لقيتش الخدامه، واش عندكم شي خدام ليا. هاد تشينترو بيرلينبيغو شنو هو؟ هو البلاصه اللي كيتقيدوا فيها الناس ديزوكوباتي، يعني الناس اللي ما عندهمش الخدمه، ما لاقينش خدمه او العاطلين عن العمل كيمشيو كيتقيدوا في هذاك تشينترو بيرلينبيغو. من المفروض ان الدوله الايطاليه او لها تشينترو بيرلينبيغو يلقى لك خدمه
بزاف ديال الحالات ما كيلقاش لك خدمه، يعني كتقيد فيه باسطه. بلدان بزاف بحال فرنسا مثلا يفوا كتقيد فيه، كيديروا المستحيل باش يلقاو لك خدمه باش ما تبقاش تخلص وانت جالس. فبالنسبه لايطاليا ما كيعطيوش يعني داك الخلاص يعني على الناس اللي جالسين من الخدمه، يلاه دابا بدا هذاك الريديت ودي تشيتا دينانسا، ولكن في الاول ما كانش. ف انسان بالنسبه ليهم جلس او نخدم بحال فما كيقلبوش لك على خدمه الا نادرا، كيعطوك بعض المرات يوجهوك باش دير دي فورماسيون، يعني كورسوات ديال المولات ديال هادي ديال هادي، او لي دومين اللي الناس محتاجين فيهم كيوجهوك باش تمشي دير دي فورماسيون في هادوك لي دومين فقط. فهاد الشيء علاش الباترونات كيقلبوا في هذاك تشينترو بيرليمبيغو الى لقاو اللي يخدم ليهم تبارك الله، الى ما لقاوش راه كيضطروا يديروا واحد الطلب اللي راه حنا ما لقيناش واحد اليد عامله. هاد الباترون كيدير مثلا على 3 4 الناس، والاخر على 5، والاخر على 10، وغاديه بحال هكا. وبالاخص في المجال ديال الفلاحه، مجال الفلاحه راه دائما فيه الخصاص. ملي كيجمعوا هادوك الطلبات ديال هادوك الباترونات كيقولوا بلاتي دابا غادي خصنا نجيبوا واحد العماله من شي بلاد اخرى، حيت هنا غير متوفره. فكيبداو كيقروا وكيفكروا انهم يديروا واحد ديكريتو فلوسي. انا دابا شرحت لكم الامور كيفاش كدوز، يعني من الاول شرحت لكم الفكره على حقيقتها كيفاش كدوز، يعني من اول ما كطيح الفكره على الباترون حتى كيوصل عقد العمل ما بين يديك. فكيدفعوا هذاك الطلب، والدوله كتبدا كدرس الامكانيه ديال انها غادي تجيب واحد القدر ديال الناس، واحد 40,000 70,000 على حساب الخصاص، وغادي تدخلهم لايطاليا. وما تنساوش بلي راه هادشي خاصو تحضيرات كثيره وكثيره بزاف. اول حاجه كيخص الدوله تلقى لهذوك الناس يعني اماكن ديال الشغل مضمونه، يعني ما يكونوش دوك الباترونات باغين غير يجيبوا الناس بالفلوس كما كيديروا بزاف ديال الناس يعني في الجنوب ديال ايطاليا، كيجيبوا ناس وكيخليهم ضايعين بلا خدمه بلا حتى شي حاجه. وهذا الشيء كيدخلوا فيه حتى مصريه مغاربه، يعني مصريه عرب اللي كيجيبوا من البلدان الاخرين. فكيخص ان الدوله تضمن ليك الخدمه، تضمن ليك طب، يعني هذاك العدد ديال الناس كله غادي يخصو فين يداوي الامراض، غادي يخصو المرافق الصحيه، غادي يخصو يعني بزاف ديال كل مثلا 1000 واحد غادي يخصو طبيب. يعني انا عطيت غير ارقام افتراضيه ماشي هادشي بالضبط، ولكن الدوله كيخصها تضمن لهذوك الناس غادي يدخلوا بلي راه متوفر لهم كلشي. فهاد الشيء اللي كيخلي بان ديكريتو فلوسي كيتاخر في بزاف ديال الحالات. زائد ان الدوله الايطاليه عندها واحد المشكل كبير من المده هذه، هو المشكل ديال الحراقه. الحراقه ناس كيدخلوا يوميا من لامبيدوزا، من بزاف ديال البلايص كيدخلوا لايطاليا. فهذوك الناس كيخصهم حتى هما يبروغراميو ليهم يعني فين غيحطوهم، هذوك تشينتر دي لاكولينسا فين كيديروا هذوك الناس، الاطباء كما قلت لكم، المسعفين، هذاك الشيء كله كيخصو يتنظم. واش هذوك الناس غادي يخدموا فعلا وغادي يسدوا دوك الفجوات اللي كاينين في المجال ديال يعني سوق الشغل، او لا واخا يجيو ما غاديش يديروا الفرق نهائيا. هذا الشيء هو اللي الدوله كتبقى كدرس من مورا ما كتستقبل هذوك الناس. فخاصهم اولا دوك الناس اللي غادي يستقبلوهم يوفروا لهم حتى هما اي حاجه كيطلبوها. وملي كنقول اي حاجه راه كندخل دائما في المواضيع الاساسيه، ماشي اي حاجه بنادم غيقول لك لا راه غادي يديوني يتقداو ليا ولا يشريو ليا. كما دائما حنا كنطلقوا الخيال ديالنا واسع، اي حاجه كتعني طبيب، سكن، يعني لا كولينسا، لانتيغراسيون، يعني كيعاونوهم باش انهم يندمجوا في هذا المجتمع باللغه، كيوريوهم كيعلموهم كيفاش داير المجتمع الايطالي. هذه هي اي حاجه. فبالنسبه لهذا الشيء الناس يعني بزاف كيتامبينيا، وكاينين منهم متطوعين، وكاينين الناس اللي كيخدموا بالخلاص كلهم كيتونجاجاو مع هاد الناس اللي كيجيو حارقين. يعني بالنسبه لبزاف ديال الدول اللي كيديروا اللجوء راه كيخلصوهم حتى يوميا، يعني كيخلصوهم على السكن ديالهم ولا العيش ديالهم بين ما تقبل لهم اللجوء وبين ما عطاهم الوراق ديالهم باش يخدموا. فهاد الشيء كله كيطلب واحد المصاريف، واحد المجهود، وواحد الكفاءات اللي غادي يقدروا يسيروا هاد الشيء كامل.
هادشي علاش كيتعطل ديكريتو فلوسي وكيخصو الوقت، وبالاخص الا كانت ازمه في الحكومه بحال داكشي اللي كاين دابا. المهم الانتخابات ان شاء الله راهي على الابواب، ضروري ان شاء الله من مورا الانتخابات غادي تكون شي حاجه جديده، وغادي يكون عقد العمل يعني قانون عقود العمل ان شاء الله غادي تفتح من مورا الانتخابات. هذا الشيء ما غاديش يقدر ياكدوا لكم حتى شي واحد، ولكن كما كتعرفوني دائما كنبغي نقول لكم يعني الخبر صحيح، فمن بقاش نوهم الناس بشي حوايج اللي تقدر يعني ما توقعش. يعني كاين شي ناس اللي كنشوفهم كيهضروا كأن إيطاليا في يديهم، كأن القانون هما اللي كيخرجوه وكيخرج من عندهم من الدار، داكشي راه ما كاينش نهائيا. حنا في إيطاليا مهاجرين، إلا قالوا لنا شي خبر في التلفازة يعني في الجريدة الرسمية راه نتوما كتسمعوه وكيوصلكم. اما باش تقول لي كاين شي حد اللي كيعرف اش كيوقع لداخل ديال الحكومه الايطاليه حيت عنده مع صاحبه ولا عنده هذا، داكشي راه ما كاينش نهائيا. حنا كنوصلوا لكم الاخبار اللي كنشوفوا في التلفازه واللي كنسمعوا واللي كتكون متداوله مثلا في اليوفيتشي بير سنترو بير لمبييغو في الكويستوره، يعني الامور اللي كنعرفوها اللي ناتجه عن الاحتكاك ديالنا مع الايطاليين. اما باش يكون شي حد اللي كيعرف شي حاجه اللي خارقه للعاده يعني والحكومه باقي اصلا ما عارفاهاش، هادو راه غير ناس اللي كيبغيو يطلعوا يعني المشاهدات على حساب احلام ديال ناس اخرين. المهم كنتمنى ان الفيديو ديالي يلقاكم بخير وعلى خير. كنقول لكم راه عقود العمل باقيه مسدوده، باقيه ما تحلاتش، ولكن ان شاء الله قبل ما تحل كنوعدكم بانني غادي نقولها لكم بحال المره اللي فاتت قلتها لكم في نفس اليوم اللي علنوا بلي راه غادي تحل، وبقيت متبعه معاكم. والله يوفق اي واحد دافع، والله يسهل على اي واحد باغي باش يدفع، وما تخافوش، الامل في الله سبحانه وتعالى دائما كبير. وخليتكم على خير، والسلام عليكم.